هي قصة، بس قصة زي قصص الخيال، عارفين القصص الدرامية اللي تبدأ كده وتقول ده دراما؟ لأ، دي قصة فعلا كأنها دراما. شخص من محافظة المينيا عثر على أشقائه، أشقائه متغيبين، يعني ما كانش في اتصال بينهم، بس تفتكروا كام سنة؟ شهر، اتنين، سنتين، تلاتة، هما تلات إخوات، 48 عام، تخيلوا؟ يعني قعد 48 عام ما يعرفش إخواته فين. قصة غريبة تفاصيلها كتير جدا، حصلت إزاي؟ بطل القصة، خليه يحكي لنا القصة نفسها ونسمع منه العودة لإخواته بعد 48 عام، الأستاذ محمد سعد. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ شفقي. يعني أنت بطل القصة، يعني 48 سنة ده عمر كامل يعني. الحمد لله رب العالمين. القصة بدأت إزاي وبعدتوا عن بعض إزاي؟ والله القصة هجرة الأب سنة 59، وقرر والدي السفر للمملكة العربية السعودية. ساب والدتي وأخويا الكبير. بعد كده أرسل لوالدتي دعوة تمام عشان تقيم معاه. الكلام ده كانت سنة 68. تمام. بالفعل راحت لبت الدعوة وحملت بيا، بس ما استحملتش الحياة هناك لأن كان ليها سبب قبل كده، إن كان عندها ولدين وتوفوا، فخافت عليا من موضوع الموت والوفاة، فقررت الرجوع والعودة إلى ملوي المنيا في مصر. تمام. والدي طلب منها تاني إنها ترجع للسعودية ورفضت، فقرر والدي الجواز من مصرية مقيمة بالسعودية. تمام. تم الزواج وأنجب لنا ثلاثة أبناء ذكور، فتحي ومصطفى وأيمن، وإحنا ثلاثة، فبقينا ستة أفراد. تمام. يعني أنتوا ثلاثة ثلاثة في ملاوي في 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 الصعيد. تمام. وثلاثة موجودين في السعودية مع الوالد. تمام. سنة 75 دعا والدي، دعا والدتي واخويا وهانا ورحنا. كان عندي حوالي 5 سنين ونص واخويا كان عنده 16 سنه، وقعدنا معاهم بالظبط المده كلها اللي قعدناها شهر. تمام. يعني انا شفت ابويا 22 يوم. تمام. الفتره كلها. طبعا واحنا هناك والدي كان اصيب بكانسر في الكبد، فقرر ان هو العوده لمصر عشان العلاج، لان الفتره دي في السعوديه كان العلاج من مرض الكانسر مش متوفر، ويمكن العلاج في مصر افضل. رجع مصر واستنى هناك في السعوديه، واراد العلي القدير ان هو يتوفى في مصر واستنى احنا هناك. بعدها عرفنا احنا حوالي 15 20 يوم رجعنا مصر، وكانت دي كانت اخر الرحله بالنسبه لاخواتي، لان احنا تعايشنا معاهم اكل شرب فتح حياه طفوله لمدة شهر كامل، فطبعا مش هيتنسي من الذاكرة ولا يتمحي أبدا. رجعنا لبلدنا، بدأنا بعد كده هم استقروا في السعودية. لما كبرنا شوية أنا وأخويا، لأن أخويا كان في تالتة إعدادي وأنا كنت لسه طفل صغير، بدأنا بعد فترة كده إن احنا نبحث عن إخواتنا اللي هم موجودين في السعودية. بقت كل المحاولات بالفشل. يعني انقطع الاتصال، انقطع الاتصال تماما، انقطع الاتصال بينكم تماما، ما فيش اتصال اساسا خلاص. يعني الام اذا كانت من ناحيتنا احنا خلاص ما فيش اي صله. الام هناك برضو خايفه على اولادها من حاجه ما نعرفهاش، فحصل الانفصال التام. تمام. كانت الوسيله الوحيده طبعا. أيوة. ما كانش فيه تواصل اجتماعي ولا وسائل موجوده. أيوة. كانت الوسيله الوحيده اللي كانت موجوده حضرتك، ان احنا كان اي مؤتمر او اي حاجه او اي رايح تعاقد كنا نقول له بس العنوان. فوجئنا بعد كده ان البيت تم هدمه وبيعه وهدمه، واتبنى فندق، والفندق ده بعد كده اتضم للتوسعه بتاعت الحرم النبوي الشريف، لان احنا بيتنا كان على بعد حوالي كام يعني حتى البيت خلاص ما بقاش موجود. اتمحى. طيب وصلتوا لبعض ازاي في الاخر؟ حصل الاتصال ده ازاي؟ والله انا من 2005 وانا بحاول ان انا اتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. كل المحاولات بقت بالفشل، لحد ما
ربنا أراد في صفحة لها كل الاحترام أطفال مفقودة. بعت عليها يوم 12/3، بعت البوست أو كتبت البوست بتاعي. تاني يوم الساعة 4 اتصلوا بيا فبيقولوا بعدين لحضرتك عايزين البطاقة عشان خاطر ننشر المنشور بتاع حضرتك على الصفحة. تمام. اتصل الساعة 6، الساعة 8 جاب 250 تعليق. قريت تعليق انا اتوقع ان يطلع ايمن ولا يطلع فتحي ولا يطلع مصطفى اخواتي يقول انا اخوك من التعليقات. ايوه طلعت واحده محترمه بمناسبه ان الستات والست واليوم العالمي للستات. طبعا الستات المرأة دي هي اللي جمعتكم، هي الام وهي الاخت، هي الست اللي دلتني على اخواتي. يا سلام. طبعا الست دي تواصلت معاها على الواتس وبلغتني ان انا قريبه امهم، وفي خلال ساعه هيكون واحد من اخواتك بيكلمك بعد 48 ساعه. هو احنا ما عندناش اي صور لاخواتك؟ فالمهم انتوا تواصلتوا مع الثلاثه، يعني اتجمعتوا كلكم؟ ما كانش عندي اي حاجه ليهم خالص. انا بعت صوره للوالد بس على الصفحه بتاعتهم، فهي شافتها وبلغتني ان انا اعرف الثلاثه وهبلغهم دلوقتي وواحد منهم هيكلمك. اتواصل معايا بعد الساعه 11:30 يوم 13/3، وده انا بعتبره يوم عيدي، يوم فرحي، يوم فرح الاسره طبعاً كلها. طبعا طبعا احنا لله الحمد مش عاوزين حاجه من حد ولا عاوز حاجه من اخويا. انا عاوز انت عايز اخوك، عايز اخويا قلبي زي ما قالها مصطفى اول كلمه قالها لي اخويا من السعوديه، قال لي يا تاج راسي انا عاوزك في حضني. قلت له انا عاوزك جوه قلبي. الله. انت واخواتك الاثنين ووالدتك اللي هي امنا، الست اللي دفعتهم، اللي انا عرفته بعد كده ان مصطفى كان بيدور علينا من 2015. تمام. وفي الاخر التقيته وتلم شمل الاسره من يعني، ودي اجمل حاجه انه تتلم الاسره والناس ترجع. قصص كتير ماليه الحياه، هي الدراما بتعمل قصصها منين؟ من القصص الحقيقيه دي. يعني شوفوا برضو تظل الاخوه وتظل الاسره هي اكتر حاجه يفتقدها الانسان، واكتر حاجه الانسان يعني يبقى قلقان انه عايز اخواته، عايز عيلته، ويتلم الشمل ويرجع. انا بشكرك جدا بطل القصه محمد سعد، وبتمنى لكم ان شاء الله ان انتم تقضوا ايام بقى يعني اجمل ووقت اكبر ويتلم شمل الاسره من جديد.